السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إليكم الموجز الأخباري لهذا اليوم. السوداني يشدد على أهمية وضع معايير للشراكة بين صندوق العراق للتنمية والقطاع الخاص. السفارة الأمريكية توجه 5 رسائل تحذيرية إلى بغداد خلال 72 ساعة. السوداني يفتتح مجسري ساحتي عدن وصنعاء في الكاظمية. العدل تعلن عن إطلاق سراح 140 حدثا لشهر أيلول الماضي. بورصة بغداد تفتح أبوابها على انخفاض جديد بسعر الدولار. تربية ديالة تستقبل أول طالبة لبنانية في مدارسها. إعادة فتح جسر الجادرية أمام حركة سير المركبات من جانب الكرخ باتجاه الرصافة. قتل تاجر سلاح بعد اشتباك معه وإصابة ضابط ومنتسب في المحمودية. قطع شارع مركز شرطة حي الجامع الرئيسي في بغداد. إليكم تفاصيل الأخبار. أكد رئيس مجلس الوزراء محمد الشياع السوداني اليوم الأربعاء 29/1/2024 على أهمية وضع معايير للشراكة بين صندوق العراق للتنمية والقطاع الخاص. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان إن السوداني ترأس اليوم الأربعاء الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الصندوق العراقي للتنمية، مبينا أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة المواضيع والإجراءات الخاصة بعمل الصندوق، كما تقرر المضي بتوقيع العقد مع الاستشاري الذي سيشرف على مشروع أيدوبا الخاص ببناء المدارس من أجل سد النقص الحاصل في البنايات المدرسية. وأكد السوداني بحسب البيان على أهمية التعاون مع القطاع الخاص ووضع معايير للشراكة بين الصندوق وهذا القطاع الحيوي. كشف مصدر عراقي مطلع اليوم الأربعاء 29/1/2024 عن توجيه السفارة الأمريكية في بغداد 5 رسائل تحذيرية خلال 72 ساعة الماضية، محذرة من خطورة جر بغداد إلى صراع بين إيران وإسرائيل. وأوضح المصدر في حديث إن السفارة الأمريكية في حالة استنفار، حيث عقد السلسلة من اللقاءات مع نخب سياسية عراقية مهمة خلال هذه الفترة، مشير إلى أن السفارة عقدت 5 لقاءات مباشرة تضمنت رسائل تحذيرية واضحة من خطورة جر بغداد إلى دائرة الصراع بين إيران وإسرائيل، خاصة مع التوترات الأخيرة والقصف المتبادل بينهما واحتمالية توسع هذه الدائرة. افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد الشياع السوداني اليوم الأربعاء 29/1/2024 مجسرين جديدين ضمن الحزمة الأولى من مشاريع فك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان إن رئيس مجلس الوزراء محمد الشياع السوداني افتتح مجسري ساحة عدن وصنعاء في الكاظمية ضمن الحزمة الأولى من مشاريع فك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد. وكان السوداني افتتح في شهر آب الماضي مدخل بغداد ديالة كركوك بعد إعادة تأهيله وصيانته بمواصفات قياسية. أعلنت وزارة العدل اليوم الأربعاء 29/1/2024 أن الموقف الشهري لدائرة إصلاح الأحداث بعدد المطلق سراحهم خلال شهر أيلول الماضي لعام 2024. وذكر مدير عام دائرة إصلاح الأحداث محمد راضي بحر في بيان أن العدد الكلي للمفرج عنه خلال شهر أيلول بلغ 140 حدث، بينهم 66 حدثا موقوفا تم الإفراج عنه و51 تخلية بعد قضاء مدة المحكومية و23 بالإفراج الشرطي، وذلك لحسن سلوكهم واجتيازهم مختلف الدورات التأهيلية حسب توصية شعب البحث الاجتماعي ومصادقة الجهات القضائية. وأضاف بحر إن الدائرة تتابع بشكل مستمر آلية إطلاق السراح بعد انتهاء الإجراءات القانونية كافة، حرصا منها على إتمام عملها بالشكل الأمثل. سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 29/1/2024 انخفاضا جديدا في التعاملات الصباحية
في بورصتي بغداد الرئيسيتين. وقال مراسل بغداد إن أسعار الصرف سجلت سعر بيع 152,900 دينارا مقابل كل 100 دولار أمريكي في بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين ببغداد. وتراجعت أسعار صرف الدولار أمام الدينار بشكل طفيف مساء أمس الثلاثاء 28 الأول 2024 مع إغلاق البورصة المحلية في بغداد، حيث سجل سعر الصرف 153,250 دينارا مقابل كل 100 دولار أمريكي. أعلنت مديرية تربية ديالى اليوم الأربعاء 29 الأول 2024 عن استقبال أول طالبة لبنانية في مدارسها، وهي ضمن العوائل النازحة من دولة لبنان الشقيق. وقالت في بيان إن المدير العام لتربية ديالى علي جمعة الدليمي أعلن عن استقبال التلميذة اللبنانية رنا ريمون زكي في الصف الخامس الابتدائي في مدرسة الصفية الابتدائية في قضاء الخالص قرية جيزاني الجود، تنفيذا لتوجيهات معالي وزير التربية الدكتور إبراهيم نامس الجبوري. وأوضح الدليمي إن إدارة المدرسة والملاك التعليمي استقبلوا التلميذة وهي ضمن العوائل النازحة من دولة لبنان الشقيقة. وأضاف تم استقبالها في المدرسة وتسجيلها فضلا عن تجهيزها بالكتب المنهجية والقرطاسية، موضحا إن تربية ديالى وجهت جميع مدارس المحافظة باستقبال جميع التلاميذ الواصلين إلى البلد وتوفير الأجواء التربوية المناسبة لهم، فضلا عن أعداد البرامج التربوية التي تساهم بتخفيف من معاناتهم وتعمل على استمرارهم بالدراسة للحفاظ على مستقبلهم العلمي. أعلنت مديرية المرور العام اليوم الأربعاء 29 الأول 2024 إعادة فتح جسر الجادرية أمام حركة سير المركبات من جانب الكرخ باتجاه الرصافة. وقالت المديرية في بيان إنه تم فتح جسر الجادرية أمام حركة سير المركبات من جانب الكرخ باتجاه الرصافة بعد إكمال أعمال القشط والإكساء واستبدال المفاصل الحديدية، وأكدت أن الحركة أصبحت طبيعية في الوقت الحاضر. أفاد مصدر أمني يوم الثلاثاء 28 الأول 2024 بقتل تاجر سلاح بعد اشتباك مسلح مع قوة أمنية جنوب العاصمة بغداد. وذكر المصدر أن قوة أمنية نصبت كمينا لتاجر سلاح ضمن قضاء المحمودية، وأثناء عملية القبض قام بالاشتباك مع القوة وضرب ضابطا برتبة نقيب ومنتسب باليد، ما جبر القوة إلى إطلاق النار عليه قبل أن يشر سلاحه لترديه القوة قتيلا. وأضاف أنه تم نقل الضابط والمنتسب إلى المستشفى لتلقي العلاج. أفاد مصدر أمني اليوم الثلاثاء 28 الأول 2024 بقطع شارع مركز شرطة حي الجامعة الرئيسي في العاصمة بغداد. وذكر المصدر أنه تم قطع شارع مركز شرطة حي الجامعة بعد إبلاغ الأهالي عن قيام مجموعة مجهولة بتهديد أحد أصحاب المنازل. وأشار المصدر إلى أن المجموعة هددت بإلقاء قنابل يدوية على دار أحد الأشخاص في الشارع.